سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن الموضوع الذي تقدمت به إلى هذه الندوة العلمية المباركة موسوم بعربية القرآن الكريم عند المتكلمين بحث في الماهية والخصائص. ولما بحثت في هذا الموضوع وجدته في الحقيقة صعبا، بحيث إنه يمكن أن يكون إشكالية أطروحة جامعية كاملة، فيمكن للباحثين لمن أراد أن يبحث في هذا الموضوع على مستوى الأطروحة على مستوى الدكتوراه، فسيجد فيه مادة يعني غزيرة اعتناوله المتكلمون في أبواب كثيرة، منها باب كلام الله تعالى، الحديث عن صفة الكلام الإلهي، وكذلك في باب الحديث عن المعجزة القرآنية الخالدة. ويتحدثون أيضا في هذا الباب في كتب الانتصار للقرآن الكريم. وعندما خضت في هذا الموضوع، وجدت أن الباحثين أو المتكلمين جميعهم مجمعون من حيث العقيدة على أن القرآن الكريم كلام الله، وعلى أنه عربي، وعلى أنه متحدى به. هذه هي العقيدة التي يبثونها في جمهور المسلمين، في عموم المسلمين. لكنهم في كتبهم من حيث تفاصيل هذا الموضوع العلمية يخوضون في تفاصيل كثيرة بحسب نسقهم الفكري وبحسب منهجهم العام. فإذا توجهت تلقاء أهل الحديث أو أهل الأثر، فستجد أنهم لا يخوضون في هذا الموضوع كثيرا. فإذا سألتهم عن عربية القرآن يقولون لك هي كلام الله تعالى وانتهى، ولا يخوضون في غير هذا الموضوع. يقولون القرآن كلام الله، وأما كونه مخلوقا أو بحرف أو صوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئا من هذا. وهم متفقون على أن القرآن الكريم عربي، أما ما جاء فيه من الألفاظ التي أصلها أعجمي فإنها لا تؤثر في مجموعها على عربية القرآن، إذ النصوص الدالة على كون القرآن عربيا ليس فيه ما يدل على امتناع اشتماله على غير العربية. أما المعتزلة فإنهم قالوا بأن يعني مذهبهم في الكلام الإلهي أنه صفة فعل وليست صفة ذات، وبناء على ذلك فإن عربية القرآن عندهم مخلوقة لله تعالى، محدثة أي صفة فعل لله تعالى تحدى بها الخلق. والأشاعرة والماتريدية وقفوا موقفا، يعني هذا الموقف جعلهم يتكلمون كثيرا للجمع بين موقف أهل الحديث وبين موقف المعتزلة، بين موقف أهل الحديث من جهة أن كلام الله تعالى صفة ذات، ومن جهة كون القرآن الكريم كلام الله تعالى ولكن المتلو يعني التالي هو غير المتلو والقارئ غير المقروء. فإذا فلما خاضوا في هذا الموضوع يعني جاءوا بآراء كثيرة وأسهبوا الحديث فيها وردوا على المعتزلة بصفة خاصة. فمذهبهم في ذلك أن الكلام الإلهي صفة ذات لله تعالى، وهو موجود قديم بما لم يزل غير مقروء ولا متلو ولا مكتوب. فلما خلق الله الخلق، هكذا ليفرقوا بين عربية القرآن وبين كلام الله تعالى القديم،
فلما خلق الله الخلق وبعث الرسل صار مقروءا ومتلوا مسموعا، ولا يوجب تغير الباري عبادتنا له وذكرنا له، وقد كان تعالى فيما لم يزل غير معبود ولا مذكور. وعند الأشاعرة أيضا والماتريدية أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أنزل الله تعالى هو كلام الله القديم، شيء واحد غير متغاير ولا مختلف، ولا منه شيء أفضل من شيء لأنه شيء واحد، وإنما التفاضل في التلاوات. فتلاوة القرآن معجزة وليست تلاوة التوراة والإنجيل وسائر الكتب معجزة، وإن المكتوب منها شيئا واحدا، لكن القرآن أنزل منظوما بحروف وأصوات لم يقدر البشر على الإتيان بمثلها. فالتفاضل الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أفضل من سائر الكتب، أو كما قال إنما يرجع إلى النظم دون المنظوم المقروي، فافهم كما يقول صاحب كتاب الحدود الكلامية والفقهية، فافهم لا تضل فتضل. ولهذا لو اعتقد أحد أن القرآن أفضل من التوراة وهو يريد بذلك نفس كلام الباري تعالى بجعل كلامه أفضل من بعض، فجعله أغيارا وأشياء ومتقدما ومتأخرا، فيلحق عند هؤلاء بالقدرية القائلين بخلق القرآن. فإذا مذهب الأشاعرة قائم على اعتبار القرآن، على اعتبار الكلام اللفظي الذي هو الآيات والصور التي جاء بها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، تعبيرا عن هذا المعنى القديم الواحد. خلاصة القول إن مذهب السلف مذهب أهل الحديث والأثر واضح، أن عربية القرآن من عند الله عز وجل حقيقة، ولا يخوضون في غير ذلك بعد ذلك في كونه مخلوقا أو غير مخلوق إلى آخره. ومذهب المعتزلة في ماهية عربية القرآن أن عربية القرآن مخلوقة باعتبارها يعني امتدادا لصفة الله تعالى الفعلية، وبالتالي عندهم يفضل بعض الكلام على بعض. وعند الأشاعرية والماتريدية أن عربية القرآن من حيث الماهية حادثة مخلوقة باعتبارها دالة على كلام الله القديم. فعربية القرآن هي حكاية فقط، عبارة عن كلام الله القديم ودالة عليه. أما من حيث الخصائص فإن المتكلمين تحدثوا عن خصائص عربية القرآن الكريم، وتتميز خصائص القرآن الكريم عندهم بخصائص عديدة سأذكر بعضا منها. منها خصيصة الإعجاز، وأفاض الحديث في هذا الموضوع حتى قال الآمدي: من نظر في مجمله، يعني في مجمل القرآن ومفصله ومتشابهه، فإنه يجد في كل ذلك العجب العجاب، ويتحقق بما أمكنه من إدراكه إعجازه لذوي العقول والألباب، ووجد النسبة بينهما على نحو ما بين اللسان العربي والأعجمي، فإنك لا ترى إلا فصيح قول العرب في انزجار القاتل لما تقول له: القتل أنفى للقتل، وإلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وما بينهما من الفرق في الجزالة والبلاغة والتفاوت في الحروف الدالة على المعنى. ومن كان أشد تدرباً ومعرفة بمذاهب العرب في اللغات وأنواع البلاغات كان أشد معرفة ببلاغة القرآن وإعجازه. وبطبيعة الحال سوف يختلف علماء الكلام كثيراً في وجه الإعجاز، أين يتجلى وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ هل في عربيته في بلاغته، أم في يعني حديثه عن الأخبار السابقة، يعني حديثه عن الغيوب، أم في الصرفة وامتناع الخلق عن الإتيان بمثله إلى آخره. ثم الخصيصة الثانية التي تناولها المتكلمون فيما يخص خصائص عربية القرآن أن هذه العربية منزلة، أنها عربية منزلة ليست كعربية
العرب. علماء العقيدة متفقون على أن العربية التي في القرآن منزلة من عند الله تعالى، لكنهم اختلفوا في المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو اللفظ والمعنى أم أحدهما أم كلاهما؟ هل هو اللفظ والمعنى أو أحدهما أو كلاهما؟ على أقوال، أو أحدهم. الأول منها أنه أنزل عليه اللفظ والمعنى، وأن جبريل عليه السلام حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. وذكر بعضهم أن أحرف القرآن الشريف في اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف، وأن تحت كل حرف منها معاني لا يحيط بها إلا الله عز وجل. القول الثاني في المنزل أن جبريل عليه السلام إنما نزل بالمعاني خاصة، وأنه صلى الله عليه وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب، وتمسك قائل هذا بقوله بظاهر قوله تعالى نزل به الروح لمين على قلبك. والثالث أن جبريل عليه السلام ألقي عليه المعنى فقط، وأن جبريل عبر عن تلك المعاني بلغة العرب، وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية ثم نزل به كذلك بعد ذلك إلى آخره. وهناك خصيصة أخرى أختم بها، وهي خصيصة القابلية للتأويل عند من يرى بجواز التأويل أو بوجوبه. فأنتم تعلمون بأن القرآن الكريم منه محكم ومتشابه، والعلماء في تأويل المتشابه مختلفون. التوجه الذي ذهب إلى جواز التأويل يركز على مسألة ضابط أساس من ضوابط التأويل، هي الإلمام باللغة العربية وبسياقاتها المختلفة والتضلع من بحارها. لا بد وأن يكون المؤول مدركا ومهتما بالعربية، ويأتي المتكلمون بضوابط كثيرة كما قلت لكم، على رأسها الإلمام باللغة العربية. هكذا نخلص في نهاية هذا البحث إلى أن المتكلمين لما خاضوا في ماهية عربية القرآن الكريم وخصائصها اتفقوا على مبادئ أولا فيما بينهم. فيمكن هذه المبادئ يمكن إجمالها في أن عربية القرآن ربانية المصدر، عربية القرآن متحدى بها، عربية القرآن تنزيل من حكيم حميد. ثم اختلفوا في تفاصيل هذه المبادئ اختلافا كثيرا يعجب منه المرء حينما يقف على هذا الجهد العقلي الذي يبذله المتكلم، ولا سيما عند الانتصار لرأيه إذا اقتنع به. وأختم بالقول إنه من ناحية العقيدة أن يكتفي المسلم بإثبات الصفة الكلامية لله تعالى، فإنه كمال أفاضه على بعض خلقه فلا يعقل خلوه منه، وأن يعتقد مع هذا أن القرآن كلام الله الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدى للعالمين وإعجازا باقيا إلى يوم الدين. وأشكر لكم في الختام انتباهكم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.